ومن ضمن هذه الشريحة هي الأغلبية الصامتة اللي هي دائما لا تشارك ولا تكون بالموقف ولا يعني غير مكترثة لما يجري من حولها. هذه الشريحة الكبيرة شاركت بالثورة، دعمت الثورة، تضامنت مع الثورة، لكن بالمقابل لم تشترك بالانتخابات، قاطعت الانتخابات وقاطعت صناديق الانتخاب. قد يكون يعني التغيير جزئي لكنه ملحوظ. يعني اليوم شفنا مستقلين صعدوا إلى البرلمان، شفنا أحزاب منبثقة كما يسمون منبثقة من تشرين شفناها صعدت إلى البرلمان، لكن هذا مو ضمن مستوى الطموح. احنا مستوى الطموح المفروض أعلى، يعني الأغلبية من الشعب ما قاعد تقرر مصيرها، الأغلبية يعني من الشعب ما قاعد أستاذ علي تكذب أصواتها. بحساب الكلفة، إذا نتحدث عن الكلفة التي دفعت في انتفاضة تشرين والنظر إلى النتائج المتحققة، حتى وإن كانت هذه النتائج كما تفضلت حضرتك نتائج يعني جزئية ليست كلية لما خرج من أجله المتظاهرون متظاهرو تشرين، يعني البوم شاسع حقيقة، بوم شاسع. عليش راح أكيد خسرنا 500 أكيد النتائج ما يزيد على 800 من الشباب و30 ألف معاق، يعني الضريبة جدا عالية بالقياس إلى النتائج. أنا أتفق. ناهيك عن التشظي الذي أصاب تشرين مرحلة لاحقة. أتفق، أنا أتفق أن النتائج غير مرضية، لكن إحنا اليوم قاعد نتعامل ويا حكومة مستعدة تقتل شعبها. كانت يعني 800 شهيد خلال فترة وجيزة، ولو باقي الحكومة السابقة ممكن كان العدد الضاعف. اليوم احنا انا مدى اقول انه ثورة تشرين انتجت قانون انتخابات جيد وهذا من لا، اكو اشياء. يعني اليوم الاحتجاج اللي موجود بالشارع او حرية الاحتجاج اللي موجودة بالشارع هي سنتها ثورة تشرين. حتى الاحتجاجات اللي يقوم بها التيار الصدري هو اساسها ثورة تشرين. ثورة تشرين كسرت هذه القيود. احنا ذا نتذكر بحكومة السيد المالكي كان الاحتجاج يقمع بطريقة عجيبة. نتذكر طيارات الهليكوبتر من تنزل على المتظاهرين بساحة التحرير والقمع والهذا. لكن تشرين قدمت الشهداء وقدمت ضحايا، لكن أسست إلى جيل جديد من الحراك الشعبي، أسست إلى جيل جديد من الشباب الواعي. اليوم شباب الكليات، طلاب الكليات هم جزء من التغيير وجزء من الحراك. هذا الجزء كان مغيب، كان يقتصر الحراك كان يقتصر على بعض الناشطين. اليوم